بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما سبق لي ذكر، غادي نشوفوا هذا الدرس هذا كيفاش نمانيبيولي او لا كيفاش نغيكوبيري لي زانفورماسيون اللي كيمشيو عن طريق لي ليان او لا عن طريق لي اي او لا عن طريق لي فورمولير. طيب، كيف زعما هاد لي زانفورماسيون باش نفهموا مزيان البرينسيپ تاع لي زانفورماسيون؟ غادي عندنا دو باج، باج ديفولت بوان اي اس بي اكس، ثم باج انفو. دابا بغيت انا لوتيليزاتور غادي يدخل لو نون الباسورد، بغيت انا يفوا يدخل لو نون الباسورد دي تيستيون، الا كانوا تيست لي زانفورماسيون افيشيو منها. متفقين؟ اذا غادي نجي ناجوتي هنا، غادي نبدا لابلي ندير غير تيست تيست ثم لو نون باسورد. طيب، قدام هاد لو نون كاين عندنا تيكست بوكس، ثم قدام باسورد تيكست بوكس، ثم هنا غادي نسمي مثلا بوتون تاع اونفواي او لا فاليد. طيب، اولا اللوغين. دابا لوبجيكتيف من هاد التمرين هو قلت كيفاش نحصل على هاد لي زانفورماسيون كي دخل ليتيليزاتور، كيفاش نغيكوبيري لي زانفورماسيون انطلاقا من هاد جوج ديال لي فورمولير. طيب، الى بغيت نريكوبيري هاد لي فالور، اول حاجه خصنا نعرف السميه تاع هاد لي كونترول اللي هو الاي دينا. لاحظنا الاي دي تكست بوكس 1، ثم بالنسبه لهذا تكست بوكس 2. غادي ناجوت واحد اللافين مثلا انا بهذا الشكل، غادي نسوبري لو تيكست رد فيد حتى نعمرو البارتي لي بغيت. طيب، دابا اون فوا غادي نكليكي على هاد لو بوطون اونفاي يعرفش لي لو نو و الباسورد. غادي نكليكي دو فوا على لو بوطون، ثم غادي نجي غادي ندير لابيل ان بوان تيكست كتساوي واحد لو تيكست. اذا لا بيت نغيكوبيري هاد لي فالور لي كيجيو من هنا، اول حاجه كيف ما سبق لك خصنا نعرف سميه الكونترول، غادي كوبي هاد السميه الكونترول، ثم غادي نستخدم لوبجي ريكويست. عندنا كنا لوبجي ريكويست، ولكن حنا انا لاحظنا اون فوا فاش كنعمر هاد لي زانفورماسيون كنكليكي على اونفاي، ولكن فاش كنكليكي على اونفاي اش كيوقع؟ كنصيفط هاد لي زانفورماسيون، هاد لاباج كتصيفط للسيرفر كات اكزيكوتي وكتعطرج على ريبونس. اذا بما انني كنصيفط لي زانفورماسيون من بي سي كليون للسيرفر، هنا كيخدم لوبجي ريكويست. اذا لوبجي ريكويست هو اللي غادي يعطينا هاد لي زانفورماسيون. غادي نستوكي لو نون باس دي فاريابل فار مثلا، او لا عفوا ديم ديم نسمي مثلا نيم از انتيغ او لا انتيجر بحال بحال، كتساوي ريكويست بوان بوان فورم، ريكويست بوان فورم عفوا، ثم ريكويست بوان فورم، ثم كنحل بارونتيز كنعطينا السميه تاع الكونترول. لاحظنا التكست بوكس تاعنا. اذا ريكويست بوان فورم كتمكني باش ريكوبيري لي زانفورماسيون اللي كيتصيفطو عن طريق لي فورمولير بهذا الشكل. ثم انا غادي نزيد باس هنا بكل بساطة لو نو اي ني، ثم غادي نزيد واحد اخر على لي علي لو باس اي باس بهذا الشكل. اذا هنا كنريكوبيري لي زانفورماسيون لي كيجيو، ولكن لاحظنا امتى غادي يوقع هادشي؟ هذا في لو بوطون كليك، بمعنى تصيفط الباج للسيرفر. فاريابل نيم كتستوكا فيه لا فالور لي في تكست بوكس واحد، ثم الباس فالور باس كتستوكا فيه لا فالور لي جي في تكست بوكس جوج، ثم غادي نافيشي دون نافيكاتور. طيب، هنا الباس مثلا لو نو بهاد الشكل هذا. هنا عفوا كاين بروبليم، هنا لو بروبليم قالنا لو فورما دو شين دونتري اي انكوريكت. طيب، هنا عفوا درنا انتيغر، خصني ندير سترينغ عندنا دي شين دو كاركتير. عفوا علاش انا كنصيفط حنت لو نون والبريمو عبارة على دي سترينغ؟ هادو هادي كتريكوبيري فالور دو تيب شين دو كاركتير، ثم قلت لي افيكسي على انتجر ما يمكنش، داكشي باش انا خصني ندير سترينغ، حيت لي زانفورماسيون اللي كنتوصل بهم عباره على دي شين دو كاركتر. نشوفو بروبليم. طيب، ندير التيست نسمع مثلا ميم شوز، كليكي على اونفاي. لاحظنا افيشي لي لو نو اي بخينا اي فالور مثلا، اجوتي مثلا انا مثلا
بهذا الشكل هذا اونفاي، لاحظنا لي زانفورماسيون تاع افيشن. اذا انطلاقا من هذا لوبجي ريكويست استطاع باش ريكوبيري هاد لي زانفورماسيون اللي كيدخل لي في يوزاتور فورمير. طيب ملي استعملت او لا لافونتاج فاش كان ريكوبيري هاد لي زانفورماسيون، هنا كيكون عندي لو دغوا باش ندير واحد لو تيست. كيفاش لو تيست؟ حنا شفنا دوك لي فاليداسيون، كندير لو تيست كوتي كليون، وقلنا ان هاد لو تيست كوتي كليون غير كافي، بمعنى ان ليتيليزاتور اي فوا ديزاكتيفي جافا سكريبت، الا انا ديجا ما درتش واحد لو تيست واش الا كان جافا سكريبت ديزاكتيفي ما يافيش لي فورمولير، غادي يصيفط لي زانفورماسيون بلا تيست. مي انطلاقا من هاد الطريقه هادي كيكون عندي دوك باش نريكوبيري دوك لي زانفورماسيون هاد لي فورمولير، ثم كندير واحد لو تيست. بمعنى لو تيست انطلاقا مثلا من وسط هاد لو بوطون كندير لو تيست، مثلا بما انهم ريكوبيري في شي فاريابل ندير دوك باش ناكسيدي مثلا عدد لي كاركتير واش صغير واش كبار، نتيسي واش لو شون ديفيرون دو فيد اتسيتيرا. اذا هذا افونتاج. افونتاج ثاني كذلك ممكن نهز دي زانفورماسيون ونسيفطو من باز دو دوني كيف ما غادي نشوفو بعد لي شابيتر افونسي. طيب هنا كاين واحد النقطة مهمة، دابا شفنا كيفاش نسيفطو لي زانفورماسيون انطلاقا من عن طريق عن طريق فورم البروبريتي ولا لا ميثود فورم اللي كاينة في وسط لوبجي ريكويست. كاين هنا واحد البروبليم اللي خصنا اول واحد الشيء خصنا نتبعوه هو ان رجعوا لابارتي سورس، هو ان الفورم او لا لابارتي فور هاد لوبجي ريكويست با لا ميثود او ميثود فورم دائما كتستخدم مع ميثود بوست. مثلا هنا دائما كتكون واحد لا ميثود كتساوي بوست بهذا الشكل. اذا غادي نجي نيكزيكوتي بهذا الشكل افيشي دولار ريزولت، نعطي مثلا ا ا ا بي 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 اونفاي، لاحظنا سامر. نمشيو نرجعو لهنا ثم غادي نغير لا ميثود بوست. هنا واحد الملاحظة أخرى هو أن دائما في الاي اس بي دوت نت لا ميثود باغ ديفون هي بوست، لا ميثود باغ ديفون هي بوست. دابا غادي نلاحظو جيت ثم غادي نمشي افيشي لا باج اوتخ فوا مثلا افيشي ماشي. طيب غادي نعطي دي فالور ثم غادي ندير اونفاي، لاحظنا ما تافيشاوش لي زانفورماسيون، ما تافيشاوش لي زانفورماسيون. اذا هاد النقطة دي مهمة، دائما خص لا ميثود تكون بوست. اما اللي بغا الفرق بين بوست و جيت، بوست هو كتصيفط لي زانفورماسيون من باج لباج او لا كتفاليدي لي فورمولير بلا ما تافيشي لي زانفورماسيون في لي ليان، بينما جيت كتافيشي لي زانفورماسيون في وسط لي ليان. حيت لا جينا واحد لاحظنا هاد لي ليان هذا، غادي نلاحظو كيحتوي على هاد لي فالو. هذا لاحظنا التكست بوكس 1 كتساوي الصمام، ثم التكست بوكس 2 كتساوي لا فالو اللي دخلنا، ثم بوتون كتساوي اونفاي، بمعنى كاع لي زانفورماسيون كيتصيفطو بهذا الشكل. طيب اذا هذا فيما يخص كيفاش نصيفط لي زانفورماسيون انطلاقا من لا ميثود بوست، كيفاش نهز دوك لي زانفورماسيون اللي جايين انطلاقا من لا ميثود بوست. الشيء اللي خصنا نفهمو دائما خصنا نتابعو الاي دي، كنديكلارينا دي دي كونترول، ثم كننزل الاي دي نتاعو، كونترول عنده اي دي، ثم لا فالور هي اللي كتهز كتصيفط اللي كيدخل ليوتيليزاتور هنا الاي دي. ثم مثلا الى جينا هنا ديك الفالور اللي كيدخل ليوتيليزاتور هي الفالور اللي بين ريكوبيري، ولا بين ريكوبيري هاد لي زانفورماسيون كنجي ريكويست بوان فورم. كان هادي عباره على ميثود، مثلا كنعطيها لو نوم ديال الكونترول او الاي دي نتاعو، كتعطيني تتريكوبيري ليا لا فالور نتاعو انا ستوكيتها في وسط فاريام. وكيف ما سبق لي ذكرت كاين بزاف تاع لي زافونتاج في هاد العمليه. ثم ممكن ماشي نستخدم غير تكست بوكس، ممكن نستخدم نفس العمليه بالنسبه لكاع لي كونترول، بالنسبه لكاع لي كونترول. اذا غادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى لدرس اخر اللي غادي نشوفوا فيه كيفاش نتعاملوا مع لي ليان. دابا صيفطنا لي زانفورماسيون انطلاقا من الفورمولير، في الدرس الاخر غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع لي ليان، كيفاش نصيفط لي زانفورماسيون او نريكوبيريو من لي ليان. ملاحظه اخرى مهمه هو ان لي زانفورماسيون او هذا الكود هذا اللي كتبت انا في الباج اونفوايي، ممكن نهز هاد الكود هذا ونكتبو في وسط باج انفو. بمعنى مثلا نهز هاد الباج هذا هنا انفو، نكتب هاد الكود هنا نأجوت هاد اللابين، ثم غادي نغير على حاجة وحدة هو هاد لو بوطون، هاد لو بوطون اللي كاين هنا غادي نغير ليه على لو ليان تاعو او لا يو ار ان بوست باك. عندنا بوست باك يو ار ان، غادي نصيفط الباج انفو، ثم غادي نيكزيكوتي بروجي ندير هاديكم ديفيني يكون باج دو ديماراج ثم ديمار. اذا غادي نلاحظوا هنا عندي ديفولت بوان اس بي اكس،
غادي اجيتي مثلا ديفالور مثلا باسورد مثلا htdc.net ثم غادي ندير انفاي. لاحظنا عفوا بقى لا فالور، لاحظنا دزت لا باج بوست ولكن بقى لا فالور جيت او لا ميثود جيت، خصني نحولها لبوست ديفولت. نمشي لي فورميلا اللي عندي عن طريق السورس ثم رد لا فالور ليا بوست. لا نيكزيكوتي اوتر فوا. طيب اذا نتخلى لا فالور ثم htdc.net انفاي. لاحظنا صيفط من الباج، من باج ديفولت واي سبيكس الباج انفو و لي زانفورماسيون تافيشو بهذا الشكل. اذا هنا نتلاقى من هذه الطريقه هذه ممكن قد واحد البروغرام صغير او واحد السيت ويب صغير اللي ممكن كان ديبلاصا بين لي باج بطريقه اللي هي جد سهل. هنا كاين افونتاج اخر كيفاش نتعامل مع لي باج، بمعنى كنصيفط لي زانفورماسيون لهاد الباج انفو ثم كندير واحد لو تيست الا كان لي شون فاليد ممكن نعاود نردو من الباج ديفولت. اذا عشان نشوفها ابخي الى هنا غادي نكتفي بهذا القدر هذا. الى درس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.